يوم إماراتي عظيم يحمل قيمة تاريخية ووطنية كبيرة تتجدد ذكرها الخالدة هذا العام، وذلك تزامنا مع احتفاء الإمارات بالذكرى المئوية لبني قيادتها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. فتحت هاشتاغ اليوم الوطني والإماراتي 47 شارك المغردون دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة احتفالاتها بمناسبة الذكرى 47 للعيد الوطني الذي يصادف 2 شهر ديسمبر من كل عام. المغردون تداولوا صورا تظهر أبراج الكويت وأسواق المباركية مزدهرين بالعلم الإماراتي، إضافة إلى مقطع فيديو لبنك الكويت المركزي، وقد اكتسب وشاح من الأنوار احتفاء بهذه المناسبة. احلفوا أجدادنا مهما يصير يسلكون الدرب في شر وخير. يسلكون الدرب في شر وخير.